السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم واحد طارت كلاص كيجي على منظر فرير روشير ودر عزد الغلمي. بغيت نشارك معكم واحد الفكره يعني طاحت عليا، قلت علاش ما نشاركهاش معكم. اذا كتجي بحال نوض فرير روشير يكون عندك هيدا الضياف اولا غادي تنزلوا في ميسا، كيجي روعه كما كتشوف في المنظر. وفي المذاق كيجي غزال، يعني غفر وطمحونه ومن داخل ان شاء الله دابا تشوفوا معايا المفاجاه اللي من داخل. وكما كتشوفوا هنا عندي ضلع عزد الغلمي اللي خضرتهم بالبرقوق والمانجو يابس. كيجي صراحه هذا الغلمي كيجي غزال بزاف، كيجي واحد المذاق فيه غزال بزاف، شي حاجه بدله يعني. حيت طيبت الطياب كامل في الفران، ما طيبتوش في طنجره او بخرت واحد حمرته، كيدير الطياب كامل غير في الفران. ونبوزو المقادير وطريقه التحضير، خليكم معايا حتى الاخر. عندي هنا واحد جوج ديال العاد الغلمي، عندي هنا نص كاس ديال الناطا اولا دانونو مسوس اللي كان متوفر. عندي واحد مغرفه سمن مع النس والقزبر، جوج بصلات كبارين وجوج درسين ديال التوم مطحونين. عندي هنا كيمون، خرقون، سكينجبير والابزار، القرفه، فلفل احمر والملح. سكينجبير والابزار هذيك عندي تماك مخلطين، انا غنجوزو نعمل ديك البصله. انا عندي تماك محكوكه هي وجوج درسين ديال التوم، جوج بصلات كبارين وجوج درسين ديال التوم. وداك الربيع كبيت كلشي في البلانكانا، داك نص كاس ديال الناطا ديال الطياب، ما كانتش دانون المسوس كما قلت لكم، واحد مغرفه كبيره ديال السمن الحار، ونضيفو التوابل كاملين تما ونزيد عليهم العسل كنت باش نقول ما عرفتش راسي فين هو، الزيت ديال الطياب اللي كطيبو بها، التنسين كطيبو الزيت اللي التنسين كطيبو بها. غنعمل شويه الزيت وغنخلط مزيان وصافي، ونشقق بها هذيك الضليعات. على فكره هذا الضلعات راه الا كانوا الغداء خصو يترملو وتبيتهم في النبيره، هيداك ديك الترميله ديالهم هاد الترميله. انا بالنسبه لي كان عندي العشاء عملتهم في الصباح بكري شرملتهم وخليتهم في النبيره احسن من العشيه، مع ديك الساعه العشيه غادي عملتهم يطيبوا في الفران. الطياب ديالهم انا في الاول هنا مي جيت نخشيهم في الفران يعني مشربلي معدلين بعد ما قيلوا لي في النبيره، الفران كان عندي سخون على 230 درجه كيما تشوفوا معايا مع المرقوق. ماشي غادي نعملهم هيداك في وسط الفران، مي جبتهم من النبيره عملتهم هيداك في وسط الفران سخون على 230 درجه حتى تحمروا مزيان. وشفت بان ديك الترميله داك الشيء بدا كيتعرق مزيان وتحمر، ديك الساعه مرقتهم بواحد اللمبه ديال الماء وخليتهم كيطيبوا. مره كنبقى نقلب في ديك الضلعات يتحمروا، من يتحمروا من جديات ومغطيين بالبابيو المنيو دائما مغطي، يعني كيطيبوا الطياب كامل هما كيتحمروا ما بيك البان، يعني كيتعطلوا في الفران ديك الكاغي ديال بابيو المنيو. كنغطيه مزيان باش ما يتحرقوش ونعملهم في الفران مره نزول الكاغي نقلب فيهم، الا جبتو نشربو كنزيد لهم الماء ونعاود نطيبو. دائما بالكاغي ديال المنيو مغطي عليهم مزيان وصافي، ما تخليش بلا كاغي ديال المنيو باش ما يتحرقوش. غنشوفهم شربوا ونعاود نعمل الماء حتى كنشوفهم طابوا مزيان ونشوف الطريقه ديال المرق يعني عقدت وهذه وصافي، ونخليها كما كتشوفوا هنا في الاول عندي 230 درجه وصافي. عملتهم فر هنا نقوزو الكلاص، عندي هنا واحد خمسه البنانات اللي هي عملت عليهم واحد الليمونه معصره، عملتهم في التاج كلاصه. بالنسبه لهاد فروطه حمراء هذه شي كنشريها هيدا، تقدر تستعمل اي فروطه بغيتيها. عندي هنا دانون المسوس والنسلي الحلو، عندي جوج ليطان 350 غرام في الوحده. بالنسبه للفروطه تقدر تستعمل اي فروطه واخا كانت فريسه كونخيلاده بوحديتها اولا مانجو اولا الخوخ، كتبقى غير الطريقه خصك تقطع فروطه. بالنسبه للبنان مثل الليمون باش ما يكحلش تقطع فروطه تكلاصيها عاد باش تطحنها وتعدل الكلاص. وبالنسبه هنا البنان عملت شي ديك اللاطه كامله جاني حلو بزاف، يعني طحنت البنان بوحديتو كما كتشوفوا حتى كيرجع يدا كريمه. عاد كنعمل ديك الدانون مسوس ونعمل نسلي، انا نسلي انا ما كبيتوش كامل حيت جاني حلو بزاف حيت بنان حلو. بالنسبه لديك الفروطه حمراء ديك الخليط ديال الفروطه حمراء هذيك كيسكون حميمطه شويه، عملت هذيك لاطه نسلي عملتها كامله يعني. هذه بالنسبه للبنان شي 200 غرام هيداك دخل لي فيها، انا سحب لي كنت غنعمل لاطه كامله 350 غرام في الاخر لا قيسته وجاتني جاني حلو بزاف ديك البنان وما بغيتش نعملو كامل. عملت واحد شويه ديال الفينيا هذه اللي كذا ما كانتش متوفره، تقدر مع الصبريه ولا صافي. هنا زدت غاديك شويه وصافي، خليت الثمن ديال ربع ديال اللاطه هذيك.
صافي غنعاود نطحن مزيان داك الخليط مع بعضيتو. غنعاود نطحن، وعندي هنا واحد البول ديال الدجاج اللي عملت له بلاستيك فيه، غلفته بلاستيك فيه باش نكب الخليط. هنايا في هذه اللقطه هذه بغيت نشارك معكم، يعني نقول لكم شنو وقع لي هنا. انا ديك البول هذاك بغيت نوز ديك الفورمه حيت ما عنديش السيليكون ديك الفورمه، بغيت نوز الفورمه هذه على حسب الفورمه باش تجي لي خصني نوز ديال فيريرو روشيه. اذا عملت هنايا بلاستيك، كنت خصني نعمل اختار من بلاستيك من هذاك باش ملي يجي يجبدوا ميت كلاصا ملي يجبدوا يجيني ساهل في التجبيد. انا هنايا عذبني ملي جيت نجبدوا حيت بلاستيك كان كيتقطع لي بديك ديك الجهد ديال الكلاص اللي كان والشوكولاط. انت هنا بغيت عكشي بغيت نقول لكم باش الا كان بول ديال الدجاج ضروري خصني بلاستيك زايد على هذاك باش تغلب عليه ويخرج لك معوض، ولكن الا كان السيليكون على هاد الفورمال لا، السيليكون يعني يجي ساهل بلا كاع ما تعمل له بلاستيك غذائي. انا هنا غطيته بديك البلاستيك، غنغطيه مزيان وغنشبر واحد الزلافه اللي تكون صغيره على هذاك البول هذاك، يعني تكون صغيره عليه من الحجم باش نعدل الفورمه ديال بحال الحفيره في الوسط نعملها. غنخلي ديك الزلافه داخل ونعملها في التلج كلاصه وعاد نرجع نكمل. كما كتشوفوا ضغطت عليها بديك الزلافه باش تاخذ فورمه، وداك الحويشيات بقاو لي خاويين شويه نزيد نعمر عليهم داك الخليط الدبانان، وغنحتفظ باللي شاط لي دبانان باش نسالي الطبقه الاخيره ديال باش نشد الكلاص. صافي انا زيد كبيت شويه داك الخليط ديال البنان على داك الحويشيات بقاو لي خاويين شويه وعاد نعوضها. كما كتشوفوا انا عوضتها بالبلاستيك وعملت في التلج كلاصه، وعاد باش نرجع نعملها فروطه حمراء. هنا شبر ديك الفروطه تماك مخلطه بالتوت فريسا وداك الصغيره اللي كتكون حميمره وكحله، ما عرفتش شي نسيت اش كيقولوا لها بالعربيه. صافي غنكبها هنايا وغنطحنها بحال اللي عملت. ها انتما كتشوفوا معايا ديك حب منهم شي حب من التوت فريسا وداك ياخر اللي سيتون كيكونوا هيدا حميمرين و الخليط كيتبع هيداك يعني شي تو جاهز. وطحنته في ماكينه بوحديته، انا خليته هنا بالطريقه سيتو حيت كيعجبني كيجي مندر في الكلاص هيداك ديك الفروطه حمراء مخلطه كيجي مزيون بها. بالنسبه لهاد الفروطه هذه كما قلت لكم هذه حميمطه شويش، عملت داك كاس الدانون وعملت ديك لاطات نسلي كامله عملتها فيها 350 غرام فيها. وبالنسبه لقياس تاع هاد الكلاص يعني كيبقى على حسب المول اللي غتعدو على حسب وعلى حسب الفروطه اللي عندك القياس اللي خصك تزينه. ديما كيبقى قياس اللي خصك تزينه هاد الفروطه ود يعني قياس اللي خصك الحجم ديال الكلاص اللي غتعدل. تقدر تعدله يعني في فورمه ديال طرطه في بول طرطه. صافي هنا بعد ما تكلاص لي داك البنان جبت ديك الزلافه وعنكب داك الخليط ديال الفروطه حمراء. كما كتشوفوا كتجي غزاله الصراحه هاد الفروطه هيدا بديك الفروطه حمراء وديك الخليط ديال البنان كيجي غزال بزاف، كيجي واحد المذاق فيه فروطه مع نسله كيجي غزال بزاف. صافي غادي نحر نعوض داك فروطه بسباتولا، نغطيها بفيل ونعاود نعملها في التلج مره اخرى حتى يتكلاص هذيك الفروطه. كما كتشوفوا كتظهر لي تماك الزليفه ديال البنان اللي شاط لي خليط البنان حتى يتكلاص لي، وعاد نعاود نشد به الكلاص ديالي. غنعمل لها هاد الصراحه زعما هادي ملي يجو عندك الضياف وتنزل لهم راه ملي غادي يقطعوا داك كيجي واحد المنظر فيه رائع. كان هنا زيت لحظه كراميل طاحت عليا هادي فجاه، حتى زيت الاخر نعدلو طاحت عليا فجاه، قلت علاه لا نعمل شي كراميل كلاص بالكراميل كيجي مزيون بزاف. صافي عملت واحد فرشاده هيدا الكراميل، تقدر تعملو حتى من الداخل الا بغيت تعملو يعني قبل ما تعمل لك فروطه حمراء تعمل كراميل تعمر اختها من كراميل. انا عملت هنا واحد الطبقه غليلطه شويه ديال الكراميل وصافي، وكبيت داك البانه اللي بقى لي وغنعوضو مزيان تماك على ديك عطلوها نعوضو بالمغرفه هيدا بديك البول ونغطيه ببلاستيك ونعاود نعملو في التلج حتى يشبر راسو مزيان تيتكلاصها مزيان عاد نقوص نزوقوه ان شاء الله. صافي انا غطيه مزيان بداك بلاستيك غذائي
نحاول نعاود الفورمه ديال الجنيبات يجيو معوطين، تكاليهم بيدي باش يجيو معوطين. صافي نعملو في الثلج، وهنا نوريكم اللحم بعد ما جبدتها من الفرن. ثم كتشوفوا كيف كتجي، راه هنايا على فكره راه طيبتها كامله بابي اميون مغطيه. انا خضرتها بالبرقوق والمانجو، تقدر تخضرها باش ما بغيتي باناناس بنيش باش ما بغيتي. هاد التحميره اللي فيها راه ماشي معرفتي مره الكاغي ديال الالومنيوم، يعني ملي دستيب وهي عندي بابي الومنيوم كتحمر هيداك عندك سخانه تفرجن، وهذه وكتجي كما كتشوفوا الصلصه كتجي عقده بزاف، ومع ديك الطوميه اللي باتت فيها كتجي غزاله بزاف المذاق. صافي هنا الكلاص بعد ما زولتو متسلش، انا عدلت اللحم، هيداك اللحم كانت عندي العشاء، والبوستري يعني الديسير كما كنقولوا في المغرب بوستري، كان عندي هاد الكلاص. على فكره زعما كيجي روعه، انا ورتكم هنا الدرجات يعني كيف ما عدت، يعني كيما الترتيب ديال المرحلات كيفاش ما وجدت يعني. صافي هنا بعد ما جبدت يعني قبل ما جبد ديك البول، غنعدل الطبقه اللي عتجي فوق التبصيل، كنعملها الشوكولات، نعملها الشوكولات نغطيها مزيان. هنايا الصراحه انا في هذه اللقطه هذه كيخص الواحد يزرب يدو مزيان، حيت الشوكولات مع ديك اللادو كيكون مكلاصي بالبروده دغيا كيشبر راسو دغيا ودغيا يقصح داك الشوكولات. بالنسبه للوز اللي عملت، لا انا رشيت عليه اللوز اللي هو كيكون شريته هيداك جاهز كيكون مقطع تريفات ومعسل. بالنسبه انا كبيت يعني من عملت الشوكولات عام جغيت نعمل اللوز، الغلبيه مابغاش يلصق لي حيت دغيا كيقصح داك الشوكولات. من احسن تعمل ديك اللوز تخلطو الا بغيتي مع الشوكولات نتينا كات هذيك، حيت هي اصلا في الاخر غادي يعني اللوز ما يبقاش داك الكولور ديالو. غادي نرش عليها سبراي، وتقدر اللي ما عندهاش سبراي تقدر تعمل داك اللمعان اللي عندنا اللمعان الذهبي، كنستعمل السبراي كيجيني ساهل. هنا كما كتشوفوا داك اللوز ملي كبيتو ما بغاش يلصق حيت ديك الشوكولات غلابيه ما لصقليش، يلصق ولكن الغلاب ما لصقش حيت داك الشوكولات كان بدا يقصح. وصافي هنا عنقلبها في هذه اللقطه اللي قلت لكم على الصبطني، ملي جيت نقلبها ديك البلاستيك غير كيتقطع لي حيت البول ديال الجاج، الا كانت السيليكون كان يساعدني دغيا. داكشي بغيت نقول لكم، راه ملي تجيو تعملوا بلاستيك الا كان البول الجاج تذوبلو مزيان ببلاستيك باش كتجبدو جبده صحيحه يتجبد معاك. صافي كما كتشوفوا انا جبدتو داك البول وزودت له بلاستيك، وهنا باش نغلفها كامله بالشوكولات. وفهاد هنايا عاود انت خصك تزرب يدك مزيان باش ما يقصحش داك الشوكولات دغيا، يعني يخليك تلعب به يعني تعدل به الفورمه اللي بغيتي. ومن الاحسن من الاحسن تعمل ديك اللوز، انا بغيت نخليه هو الاخراني وساعه يعني دغيا كيقصح داك الشوكولات بالبروده ديال الكلاص. صافي كنخوي ديك الشوكولات من فوق ونخليوه يهود، وحنا كنعوطيه بالمغروفه ونحاولوا نغطيو داك الكلاص كامل بالشوكولات ما يبقى حتى شي طريف. وصافي ديك الساعه واخا ما خصك بالمغروفه تتحرك، كنبقى نتوما كيما تشوفوا معايا يعني كنبقى نخربق داك الشوكولات باش يجي بحال ما نعملو سبراي، يجي بحال ديك غير فرشو بكم مكمش، يعني فيروشير اصلا كاغ ديالو كيكون مذهب مكمش. هنا من بعد ما غادي نغطي داك الكلاص غنبقى نخربق فيه هيدا بالمغروفه باش يجي ديك الشوكولات ملون هيدا بحال اللي مكمش. صافي كتخلي الشوكولاط يهود نتينا معاه بالمغروفه حتى كتغطي داك الكلاص كامل. شوفوا انا كنحرك بها من غير فايده باش يجي داك الشوكولاط مكمش ومخربق. صافي انا عملت ديك اللوز كما كتشوفوا كيف تحلي اللي ما كيبغيش يلصق حيت ديك الشوكولاط دغيا نقصح. كان خصني نحركو نخلطو في الاول مع الشوكولات باش هيداك ما يتحليش الارض يبقى بالحق، معليش في الاخر ملي عملت سبراي ما بقاش شي كاين. وهنا اللي ما كانتش متوفره سبراي تقدر تستعمل داك اللمعان كما قلت لكم الذهبي، ولكن الشكل هذا كيبقى على حسب الاختيار الواحد، تقدر تعدل على واحد مول مدور يعني عادي تقد فورما د الطرطه وتذوقو باش ما بغيتي.
صافي. هنا بعد ما ساليس ملي كتجي تسالي تشوفها كيكون صافي قصاح يعني ما كيتعطاش تنهني بها لا والو. هنا عمل ديك سبراي ديال الطرطات سبيسيال الطرطات وصافي. عادي نبدا نعمل داك سبراي حتى نغطي داك الشوكولات كامل بالسبراي. صراحة كما كتشوفوا راه كيجي روعه في المنظر وفي المذاق ما حتاش نقول لكم راه كيجي غزال غزال. ما كرهتش تجربوه وتردوا عليا ان شاء الله. كانوا معكم الضياف او لا شي حفله اذا ولا شي حاجه راه كتجي شي حاجه اللي تحمر بها وجهك. اللي بغى يكبر بالضياف ديالو شي حاجه يعمل هاد الكلاص بوستري راه كتجي غزال. وداك الدلعاز الغلمي كيجيو مزيونين بزاف في الطياب ديالو. صافي بقيت معاه هي داك سبراي حتى اللي ساليتها كامله وصافي. ونقولو التفصيل ديال التقديم كنعاود نوريك معكم سبراي. كنتمنى فكره اليوم تكون عجبتكم كما كتشوفوا هنايا. انا بغيت هي التفصيل زعما داك هادي يعني خص تنزلي داك التفصيل حجم عائلي. شوفوا من داخل معايا كيف كتجيب داك الكراميل داك الفروطه حمراء كيجي لا في المنظر ولا في المذاق غزالين بزاف غزالين غزالين كما كتشوفوا. يعني شي حاجه كتحمر الوجه مع الضياف ديالك. وهذاك الشوكولات كما كتشوفوا راه حجم عائلي يعني كتنزل الطرطه خصك تنكب مغفرنا. اضطريت هنا نقطع معكم الطرف باش تشوفوا من داخل كيفاش كتجي من داخل. ديك فروطه حمراء كتجي على منظر فيها مخلطه كتجي غزاله بزاف. كنتمنى الفيديو اليوم يكون نال اعجابكم وشكرا بزاف على التعليقات ديالكم وعلى الاشتراك. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.